نعم دول. التمثال بتاع ايزيس فين يالا؟ ايزيس؟ ايزيس ايزيس انا سمعت الاسم ده فين. يعني كانت معاك في المدرسة؟ ايزيس اخلص، بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ايزيس يا دولة. وبعدين يعني انا انت بتسألني انا؟ امال يعني اسأل مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دولة ما تقلقش يا عم، على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمة وايه كمية اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا هبل اسكت، دور لي على ايزيس يلا. أخلى صبخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أخلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دم خفيفاتو، أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي، إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول لو ده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه أنت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يالا يا رمزي، عرف إنك غبي. أه يا دولا وبيقول لي يا رمزي وبتاع، أنا اللي مجنني يا دولا هو عارفني ولا أنا اتشهرت يا دولا؟ يالا يا رمزي يالا، أنت مش عارفني؟ أنا جعفر الهلالي. إيه جعفر أبو لامع يا مين؟ الواد جعفر أبو لامع. جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر، لا مش جعفر أبو لامع، جعفر أبو لامع بتاعي اللي هو صاحبي ده، كان جزماتي عم وكان بيستحمى بالصدفة. احترم نفسك يا أبط مناولك يا ياد يا قليل الأدب يا حمار يا بغل الفرنبة. بغل الفرنبة يا هو جعفر يقولك جعفر حبيبي. نظفك كده يالا ايه ده ايه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك، ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عقبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده؟ لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو يعني ابو 10 جنيه. الله 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 يو يو دي ايه عملة جديدة هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو هو يا دولا هو قلتك في الواو افهم بقى. اه عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه ايه هتكسر التخزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله. انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ايه؟ 20 ما شاء الله يعني ايه 20؟ انا اولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه؟ يا جعفر باشا يا جعفر بيه ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. هتيجي تاخدني يا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مره في 20,000 جنيه؟ نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه انا اعمل لي كام يا دولا؟ انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ اه لا معايا الكارت بتاعه اهو. اه بص لا مؤاخذه العنوان اهو والمحموله اهو، هو جاب العده بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين، اودي فين اودي فين الجميل بتاعك ده؟ لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض. طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا لا مستعجلات. حبيبي يا جعفر باشا. سلامات يا رمزيات. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دولا دولا ابوس ايدك ابوس ايدك يا دولا خدني معاك، ان كان بعدك شيء متقدر خدني. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قاصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي
طلباتكم ايه بقى؟ ها بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. أه وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كاروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حذفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. ايه المعفن؟ يا اهلا وسهلا، مش تقولوا كده من الصبح. طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا بص، اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاء او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولة، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانيه غير الجوازات؟ ولا اي حاجه. بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. معلم تيتي تشكر. خد دي معاك. ايه دي؟ شايفني بلم زباله. على رأيك. عموماً بالشفة يا معلم تيتي. بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذ ربما أنت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، إيش يعني جت على كده؟ بقولك إيه؟ إذا حبيت تبيع هدومك إديني رنة. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده إيه اللي أنت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي؟ معقولة يعني؟ لكن برضه بأديك رنة. حاضر. سلام عليكم. مع السلامة يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجالة. الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولة ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولة، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه دولة، استكملت لحد ما تكمم. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. يا دوله بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دوله؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابجي يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص ماله؟ اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعي انا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه
وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو يبقى بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. يا سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص دول يا حبيبي. يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك حمدي؟ عادل، ازيك عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دوله ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دوله. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. سامحني يا دول، انا ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان يلف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دوله بقى ما تظلمنيش بقى يا دوله، والله العظيم انا ما غمستلوش الا مره واحده بس يا دوله. يعني غمستاله؟ يا دوله انا اسف. على فكره بقى انا سامح حكايتكم الصبح ودواكم عندي يا باشا. ايه عندك مكركور مشاش بدل الكلكع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفئران رقم واحد، تصطاد الشهر اللي فات 2500 فار، الفئران كده تسمع اسمه وتترقب منه رمزي، هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله هتاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك، وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور. يعني كده هنموت يا لبين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك، القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك، انا مش عايز يعني القط يموت الفار، لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات؟ ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا يا ده رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله، عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده يا دول، كنت متفق معاه ان انا بس اهربه مش ياذكش. مش ياذكش؟ اقعد يلا اقعد يا، مش عايز اسمع صوتك يا ضوع. ماشي بقى، حضرتك هتعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيضربه ضربه مخبرين، تدروخه بس حضرتك، ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام، انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي، عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا يعني. لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك، يلا يا بستك. بوسي يعني هزقناك معانا صراحه النهارده. لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه، انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟ وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك؟ زمان النمور شمت خبر والقرود اساسا مستنيني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ أيوة. ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه يا استاذ للاسف، استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل، مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ، حاضر. اتفضل حضرتك. مساء الفل يا باشا. ايه المكوه يا باشا؟ المكوه؟ يعني انت اوعى مني.
اوعى اوعى. في ايه يا باشا؟ الزهر في فار في البيت دخل في البنطلون، بس الزهر دخل يهزر. ولا رمزي عرفنا الفار فين؟ امسكوا يلا، هات هات بسرعه. أيوة. بسرعه دوله، بسرعه دوله، بسرعه بسرعه. الفل يا باشا، برستيج يا باشا يا باشا. من حكاية البحر والمركب دي، انت ما بتعرفش تعوم؟ لا، ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادرة تستحمل لحظة الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحدة جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رب؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك، حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوس كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات، ابقى طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا، اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليلة. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات، تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه، السلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ايه كهربتي ولا ايه؟ حبيبي بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه شنطي لا بقى على ايدي. يلا يلا ابي عادل ابي عادل، اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر ياسمين، يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني قلبي، دعي لك يا حبيبي مع الف سلام. مع السلامه يا ماما، مع السلامه. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي والبارت. ايه في رحله اسكندريه اللي قلت لك عليها امبارح؟ بالنسبه لرحله اسكندريه انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص يعني، عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام حوش حوش، اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار خدت قرار، اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، انت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي، انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى، رجل من العصر الحجري؟ طبعا، لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع لسيده المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بص يا رانيا بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لو بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهتي اللي انا بهرب منها يا هانم. انت عارف بقى
انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه بيعملوا ايه؟ يعني اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا الكلام ده بيعملوه في اوروبا لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي يعني انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي؟ يا نهار اسود يا بنتي انا واثق من نفسي تماما، انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياة ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص، بص انا عايز اقول حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف بقول لكم ايه، ما تكبرهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي. قول عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد انا ما تفرقش معايا، خلاص انا داخل الانتخابات داخل الانتخابات. اوكي هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي بعد 3 ايام وهحضر الحمله الدعائيه بتاعتي وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت، وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد، بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما، انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر، انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كانت عيالها، القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه. يا دولا خد امسك السندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ ايه دولا؟ واحد يا عم. واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص الشندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دول مالك يا عم؟ مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دولا؟ فين ايام زمان كده؟ هو دولا لما كان يقول لي قشطه يا رمزي اقول له قشطه؟ فينك يا دولا؟ تزعق لي ما ازعلش، تضربني ما ازعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من على الرف. كاني وقعت من على الرف، اتركنت على الرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل دول؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع دولا، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة والعملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبة منين؟ إيه؟ من أمك. دولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. آسف جدا، أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دولا كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده، بس ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى يا دولا كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده اهو واقوم راميه في ودن البقره صبوحه. عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دولا لو سمحت عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف انا اسف، بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، ما سكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دولا اشترى لها سم، وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاثنين فقرا تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. يعني انت عايزني استفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولا مش لازما يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينه.
اختينا بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجمال. ذهب يعني هديه صغيره اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعى يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا، ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني، اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيظك. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا، خلاص خلاص. اخيرا شرفت، انت اتاخرت حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع. استني 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 استني، الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام، خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استني 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 استني، ما تلمسيش الخشب ما تلمسيش الخشب، عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. استني 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 استني، ما تاخديش من الطبق كده على طول، لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول، كلي ببقك. يعني انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي؟ عادل حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا، ببقك وانزلي. مش عارف مش عارف اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موت. مش عايز اكل يا عادل. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده، استني استني استني، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك. يلا هوبا. سوداني ولا موز بالمره؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رانيا. عادل انا طاقيه، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. انا بصوا بقى يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في نظام المروري اللي هيتبع ان شاء الله في الفتره اللي جايه جوه الشقه هنا. نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من ميدان التحرير؟ اللي انا بعمله ده يا جماعه حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده انا حريص عليكم يا جماعه، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلم لي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله، الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما؟ عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول علاقتك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله باتنين طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد اتنين كب الف اربعه زائد مغنيسي صوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه، لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملتلي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. اه انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. اه براحتها يا حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. لا على فكره بقى دولا، ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه في حاله الاختناق بس، عشان يقوموا رايحين بقى
يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحة يعني الأنظمة المرورية دي سمة من سمات الدول المتحزلقة. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم. أنا ما أقدرش أمشي من الأوضة بتاعتي لحد المطبخ. من فضلك من فضلك، I need a taxi. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجة، أنا أعمل لك طريق خاص يطلع من أوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي أمك تلف من طريق البلكونة الدائري. ماما أعمل لك إيه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعت الشغل والمدارس بتاعت العيال، هتمشي بسهولة قوي يعني. طب بابا أنا إزاي بقى يا بابا هلعب في الشقة براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقة براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، إما هتاخدي مخالفة يا ياسمين. تاخد إيه؟ تاخد مخالفة ياسمين؟ بقول لك إيه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه، حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم، ماشي دول هنا كده، كملنا بقيه اليوفط كله هيلتزم، وانت تفضل هنا واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي، وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شيء سادة بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي اتنين شاي سادة. حاضر يا باشا. استاذ عادل، انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر يعني. سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى، انا عارف كل حاجه يا باص. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي، على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا، في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه حته، اخلص بقى اخلص، وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه يعني، مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني انا مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دولا، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيدي. ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي لبط وخلاص. مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يلا يا الو يا حته. يا في مصلحه كده، في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص، من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. ده كتير. اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالجها. يا ابني مراته جالها جرب. جرب مش حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني. بس هو سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا، ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار محدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا كوته؟ الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولا. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا، ما حدش يعرف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد. دولا حبيبي. عايز ايه؟
لا دول اهو شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطين رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني لففته على الشقق كلها يا غبي. ايه دول بقى ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبة إلا عشاب. واضح من كمية العشب اللي على الهدوم يعني إنك عشبة طبعا. على فكرة دول أنا الراجل ده سألت عليه كويس أوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الأمراض المستعصمة. بص حضرتك هي مش مستعصمة يعني هي شوية جرب بسيط نتيجة إنها لعبت مع القطة اللي على السلم والقطة دي أصلا جربانة يعني. كويس إن أنتوا قلتولي إن السبب قطة. يبقى العلاج إيه؟ دهن القطقوط مع عصارة نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا يا رمز؟ انا ميدو دلكها اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن؟ ايه اللي اخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه؟ مش اشكال تاخير وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني الجولدن فينجر. جولدن فينجر؟ بتاكلك صوابعك بتاكل؟ يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل الكابتن لا مؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها قوم هو يدلكها جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه يا؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا بقول لك ايه ده انا اهل صعيده ده انا اتبحكوا انا انت وهو. ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اتبحوا هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده انت ما بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول طب وانا دول؟ انت لا اهلك صعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول انت دايما بتخبي عليا كده دوله؟ يلا انا اهل صعيده انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحيره. بص يا ابني انت نبت شيطاني طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت واطلع بره وخد دول بره معاك اطلع بره. لا لا لا. يلا دلكها يلا عشبتها يلا خبيتها يلا بره. الف حمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنت ما تقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد لما كنت هتاكلي ضفرك بالبيكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت لما بنتك عنا. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل ليه كده؟ يا بابا احنا مش هناكل التورته. هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. ايه ده؟ ايه عادي في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي كده. ايوه كده. تعالى بقى احط لي التمثال بتاع اخناتون ده مكان التمثال بتاع ام نحطه على طول ده قبل ده. حاضر يا دول عناي. حاضر. حاضر ايه؟ مش تعرف الاول انا بقول لك حط ده مكان ده ليه؟ صحيح يا دول. الا صحيح يا دول انت عايزني احط ليه تمثال ام تحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ ام تحلب. طب عديت لك ام تحلب التاني اسمه اخنافون ده ايه كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ انت بتسالش انت تنفذ انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دول. مش انت اللي قلت لي اسال يا دول دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال. اسال من غير سؤال انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي يعني. بص يلا يهبل يهبل دي اسره ودي اسره انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. بتتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري. الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14. نفذ وانت ساكت. حاضر يا دولا. بقول لك يا دولا احنا بقى لنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دولا وما في مفيش زبون. انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل بس ان شاء الله هيجي لنا زبون. لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه. واي نعم كل يوم زي التاني بس هنعمل ايه؟ لا يا دولا هو مش كل يوم زي التاني بقى. اذا كنت يعني تتكلم بصراحه احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس والاربع فين يهبل يهبل؟ دولا يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دولا الاسبوع ده رمضان. رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد. اهبل. انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولا؟ اقول لك انا اللي اخترع الاسبوع ده يالا رمزي الفراعنه.
لا يا راجل. يا راجل ازاي يا دول؟ احكي لك احكي لك. استنى دول اوعى تحكي يا دول. استنى يلا بسرعه. دول اقفل باب البزارة دول؟ يا ابني مقفول زي مفتوح. سيبك انا بس عايز افيدك بخبرتي. يلا يا رمزي حاجة تستفيد منها يعني المعلومات اللي عندي مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسة الله. قول يا دول. اقول بص يا سيدي كان زمان بقى ايام الفراعنه الاسبوع ده كان 5 ايام بس. 5 ايام دول؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنه بقى. بيقسط ايه دول؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزليه ومستلزمات معابد وكده يعني. فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع 5 ايام يا اخوانا. دول طب والاسبوع ده وان 5 ايام ازاي يعني يا دول؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. ايوه دول صح. تالت يوم اللي هو الثلاث. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دول. طب والجمعه يا دوله؟ لا الجمعه بقى كان اجازه بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنه مع بعضهم يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دول. طب والسبت يا دوله بقى؟ السبت اي لمطتك دي اللي هتخليني ما احكيلكش حاجه. قوم يلا قوم يلا شوف شغلك يلا. ايه دوله بقى بقى شوف شغلك. شوف شو ايه هنقعد نهزر وافرض زبون جه لا قدر الله. شو دوما مجيدة وإنعام ماسكين في خناق بعض وحيقطعوا بعض وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي الله عليك. أنا مش عارف بس دولة ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب. لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا أنا كان نفسي دولة ما يطلعش خايب وطيب كده ويطلع زي حضرتك كده مدردح وصايع قد الدنيا وتافه وقليل الأدب وحمار مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي قولي يا عم هو الدكتور قال لحضرتك دول هيصحى سنه كام؟ صدق لا اله الا الله. عادل ابني عنده حق انه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله على فكره بقى مش انا السبب ده الستات اللي في البيت هم السبب. دول ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات مين؟ لا ده انا سعيد الشديد هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بإيدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا ما اتقتلش بس إن شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك أنت. طب سيب رقبتي عايز أفهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. أنا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون ما هماش لطيف وبتاع زي ما هما قايلين. لأ الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم عايزين اللي يلاوعهم ويلعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي الله عليك يا ابني والله. ايه يا ابني هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي ده انت بتقول درر. درر ايه ده انا ما شفتش غباء زي غبائك ده انت غبي طعم. اسمع علي مش ملاحظ ان انا من ساعه ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عمي يعني وباين على حضرتك كده وان ادمك خير علينا. اسمع كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار. عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم. ايه يلا الله عليك الله عليك والله العظيم انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده ستات 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 ستات. عمي يعني دول لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عم. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل. ولا رمزي؟ ايه دول؟ بقول لك ايه خد تعال. بقول لك تعال عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دول انا بص اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دول بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك يا غبي يا غبي. طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دول. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني روح هتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك. يلا المفروض كنت استفدت منه اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دول هو اله الذكاء ده هون يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخ مخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء هو اللي اخترع الكوتشينه. طب بقول لك يا دولا هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟
الدومنة دي اللي اخترعها يا سيدي ده بشرع. مين ده؟ ده بشرع اخو جوهريك واختهم بقى الصغيرة اللي هي دوسة، بس دوسة دي كانت اختهم بس مش شقيقة، يعني اختهم من طاولة تانية. يا دولة، ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنة دولت قوي، يعني علشان ده تلاقيهم بقى هم اللي اسسوا فكرة القهوة. رجعتني للتاريخ يلا رمز، الاصلي قاري كتير جدا. هم اللي فعلا اسسوا موضوع القهوه ده بأمارة مثلا الاله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يعني. امال ايه؟ روح يلا، روح اجري اتكل على الله. روح هات لي بسرعه التمثال اجري. ماشي يا دول، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دول. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعه. ده رمزي وقعتي ايه يلا يخرب بيتك. عادي يعني تمثال وقع عادي مش مشكلة. خد يا دول اهو. وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. لا ده كتاب قديم كان عندي في المخزن. الكنوز الفرعونية، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونية لمؤلفه ياقوت مرجان. لا ده دي ايه ده؟ ده في خريطة يلا. خريطة؟ ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة الكنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. إيه الرموز والشفرات دي؟ الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية، إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث خربش تكسب. إيه ده دولة؟ ده أنا خايف يا دولة. خايف من إيه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟ خريطة الكنز يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي الكنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا هو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلها؟ استنى كده يا عم، استنى كده استنى يالا، ده في كارت يالا. كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي انا، ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبه لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكره. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، انا هقوم امشي وبتاع، انت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا عيب يلا احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش انا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيله مشهوره بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده؟ ياه، اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون. طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه. لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمننا يعني، مادام بتعرفوا تتصرفوا اطمننا حضرتك. طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4000 جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4000؟ لا خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، بس أهم حاجة ما يفشوش الأسرار، انت عارف الضرائب عينيها مفتحة جامد يعني. يا أستاذ أنا جايب لك صفوة. الرقاصة؟ يا أستاذ أنا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟
عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا في لعنه واحنا بنحفر. شوف يا بيبي، انا قريت في كتاب الاحجار الكريمه موضوعه علميه، هو ان المنطقه دي بالذات بتبقى خصبه جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز. انا هضطر اوافقك يا رانيا لان ما قداميش حل تاني صراحه. يعني انت عايز ايه يا عادل؟ بص يا ماما، انا عايز في حدود مثلا 3 4000 جنيه. انت عارف يا عاد دول يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده ايه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي ايه؟ يعني هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا ايه؟ طيب بص يا ابي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي ايه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكة 2.5 كيلو. لو مش عايزة مثلا انا اوزنلك، اوزني برا وعشان لا اظلمك ولا تظلمين. اوكي خد يا ابي. ماشي، برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، احنا مش هنسيبك في الزنقه دي. طب هترجعهم لي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكه ضخمه جدا، يعني ما دام دول اكبر من دول يعني سبيكه 10 كيلو، وانت جوه بقى في ايه في الحله مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايز. خد يا حبيبي. معلش يا عادل، انت زي ما انت شايف ما عنديش غير فتلات. ممكن ادي لك فلوس متسليه؟ متسليه ايه؟ حد بيحكي لهم حكايه يعني ولا ايه؟ لا يعني فلوس واحده ورا واحده كده. فلوس سايله يعني. ايوه مظبوط كده. بس بص بقى، انا عندي شهادات الفئه بتاعتها، فئه بتاعت او. الفئه او دي فئه غريبه قوي، ده فصيل الدم. بس ماشي، اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمه او اديكي مثلا من الكنوز حاجه ضخمه. اللي هديهولك ده يعتبر هديه مني ليك. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش ايه يا بنتي؟ ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه ذهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفاسده، يعني اقدر اقول لك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من انهي حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا ال15 كده يعني. كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا، ماشي يا معلومات هتقوليها وخلاص. بس يا جماعه انا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، انا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي انا طالبه ادعوا لي يا جماعه. يا رب يجعل لك في كل خطوه سبيكه. يا دوله بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعه قدامك كده، حتى ما طلبتليش كوبايه ماء ساقعه. يا سلام، قوي قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي. يلا يعني اي حاجه انت عايزها، انا اشرب شاي ونسيتك يعني. بس ولا يهمك. حته ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانيه غدي. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دولة بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. انت عارف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولة المخ. ياه جوعتني يا دولة جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت هاد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فاتوا ارجع للحوار. ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة؟ قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولة، الف الف. ده عايزة شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك، هيجيلك اسكربيس باذن الله. اسكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول لي اسمه اسكابيس. بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا، يعني تساعدها تشوف طلباتها تشتري لها حاجات كده اهو. وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من الاسكابيس اللي عندهم دول. وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دول. طب دول انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟
صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه دول؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. آه اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم ايه ده، دي تبقى مصيبه يا عم. ما كده هون بقى اذا عرف السبب كتر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمون ياد، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دوله، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دوله افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دوله؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحاله يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. اه ده اخرهم امبارح بالليل. انت معاك الجرب من امبارح بالليل؟ دول. طيب هتكلم على الله بقى. ليه دوله؟